ايه برأيي الخد الأحمر ما رح يهرب عن طريق المطارات ليطلع برات البلد. إذا طلع برات البلد بشكل غير قانوني فما رح نقدر نمسكه. نحن عممنا أوصافه على كل الفرق، ناطرين لنشوف النهاية. اسمعوني يا شباب، أنا برأيي تدوروا عليه أحسن ما نكون عادي. وين بدك يعني ندور مجد؟ سما، عم قول أحسن ما نكون قاعدين وعم تحكوا انزلوا دوروا عليه، عم تقليلي وين بدنا ندور؟ شوفي ليكون واقف ورا الباب أو تحت شي طاولة، يلا دوروا بأي مكان. لا قولي الخد الأحمر، يلا يلا. أنت وين صرتي؟ بغرفة الصحافة. طيب أنا جاي. أحلام شو صاير؟ شغلتي بالي عليك؟ مو من فترة نشرت خبر بخص عصابات الأطفال؟ إيه؟ اليوم وصلني إيميل من العنوان نفسه. من نفسه الميت؟ هاتي ورجيني. شو؟ شو يعني هذا الشيء؟ شلون هيك؟ حسب ما فهمت إنه اللي اسمه طالب ما كان لحاله، في غيره له علاقة بهذا الموضوع. طالب واثنين اللي كانوا معه ماتوا. إيه شو بدنا نعمل هلأ؟ تعي. نحن رح نحلها. وأنا مستحيل أسمح لحدا يأذيك يا أحلام، وثقي فيني. طيب مين هالزلمة؟ قال إنه هو المصدر الأساسي للخبر. قلتلك رح نحلها، لا تخافي. امسكي هالموبايل، خدي رح نكتب له الرد. ها؟ شو عم تقول؟ ساوي هيك. ليكي أنا بحميكي بصفتي شرطي، بس بصفتي حبيبك فأنا بروحي بفديكي. اكتبي يا عمري. أساساً مو حل إنه ما نساوي شي، لأنه لازم نعرف مين وليش حاطك براسه. أما ليش هو عم يعمل هيك فرح نعرف هالشي، رح نعرفه أكيد. طيب اكتبي. أنا مهتمة بالخبر، خلينا نلتقي. إذا جبت لي الوثائق الضرورية فرح أنشر لك الخبر بالجريدة. متأكد مجد؟ بعديها يلا. حلو، إمتى ما وصلك منه أي رد بتخبريني فوراً. ماشي. شو؟ ليكي يا صحفية، سواء كان شعرك مربوط أو شعرك عكتافك فأنتي دائما حلوة، أنا بموت فيكي. بتذكر قلتي لي بتحبيه لسومر مو؟ ايه صح، كان يقلي ايام بدل احلام.
لما كنت أزعل وأقعد أبكي كان يجي لعندي فوراً ويعانقني. كان سومر يضحك معك ويبكي معك. لو بتعرفوا أكيد كنت رح تحبه.